هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وزينين. وانتم تشوفون فيديو اليوم، طبعا اليوم اول يوم بالمدرسه بعد العطله اللي دامت شهر وعشرين يوم. اليوم اول يوم بالفصل الثاني طبعا، فالله يستر ان شاء الله يكون يوم سهل علينا. الى الباص. So everyone، حالياً فرصة وكل اللي بالصف نزل على الساحة إلا أنا بقيت بصراحة لأنه باردة ومتكاسل إني أنزل. So هاي الصف أنا هنا قاعد. هذا اللي أخذنا اليوم رياضيات وإنجليش. طبعاً هاي الصف من بعيد، أنا هناك دائماً من وأنا صغير آخر شيء أقعد. So everyone، هسه مثل ما تشوفون قاعدين ندرس. طبعا هاي شهادة الفصل الأول مال الامتحانات، وهنا الطلاب قاعدين يسوون مقالب على التليفون بما أنه هسه هاي حصة فراغ عندنا. وبس والله قاعدين حاليا، وبعد شوي هي حتكون الترويحة لأنه هو أساسا الدوام قصير. هاي جايز، طبعا صدق تعب، يعني صدق تعبت جايز. شوفوا الظلام، اول ما اجيت رحت ادب الزبالة. صباح الخير جايز. طبعا حاليا اني هالفترة عندي ادمان على القهوة الباردة، وطريقتها كل السهلة، تريدون بس قهوة وحليب وسكر وكل السهلة وسريعة وطيبة. وهاي المكونات جهزناهم، طبعا بدنا 3 معالق قهوة، 1 2 3. وهسه هم نحتاج سكر، سو راح نحط 1 2 3، وراح نحتاج حليب، اي نوع حليب عادي، فراح نحط نص الجلاس على مود نقدر نخوطها وتذوب هاي القهوة يعني. واكيد راح نحتاج ثلج لان هو هذا الشيء الاساس بالقهوة، وبعدين نخوطها شوي على مود ياخذ برودة الثلج، ونحط الحليب الباقي ونخوطه. حاليا هيك تكون جهزت. هاي إفريوان، شلونكم؟ صباح الخير. طبعا حاليا انا اليوم غايب، اليوم يوم الثلاثاء والبارحة كان يوم الاثنين، واليوم انا غبت. ليش غبت؟ بصراحة لانه البارحة ما انطونا الكتب وشبه قضيناها بس قاعدة يعني، فعلى مود هيك فباكر اروح ان شاء الله. طبعا هسه هم دام انتج فيديو، ما اعرف شو وقت ينزل، يمكن بعد اسبوعين او شيء. اذا هذا الفيديو نازل اكيد حتشوفه يعني. وحتى يا جماعه البارحه ما قدرت اصور هوايه اشياء لانه من كل اساسا يعني التليفونات ممنوعه، عاد شلون لو انا قاعد اصور يعني؟ يا دوب جايبين تليفونات، دا تفهمون علي؟ غير اساسا انه بكل مكان في كاميرات مراقبه بالصف وبالساحات، حتى الاساتذه يعني اذا شافوني لازم تليفونه قاعد اصور، اكيد ممنوع هذا الشيء. فلهيك هاي يمكن كان اقل فيديو مال المدرسة اصور بيه. هو اساسا دائما كل فصل يعني اول او كل بداية فصل جديد مال المدرسة تكون لسه الدراسة اول اسبوع ماكو يعني، بس تسجيل على تعارف الاساتذة، يتعرفون على الطلاب وبس هيك يعني. هذا اللي صار البارحة، رحت مع انه انا غبت اول يوم يعني، هذا الاسبوع تقريبا ما في دراسة، بس خلص انا راح اروح يعني باكر، واليوم غبت. والكتب اذا انطونا اياها اليوم عاد باكر اخذها. طبعا جايز انتو يمكن نادرا ما تشوفوني اصور واحكي بصوتي يعني على يوتيوب، دائما تشوفوني اصور ودا اكتم الصوت بعدين اسوي تعليق صوتي على اغلب فيديوهاتي. طبعا صوت ابو الغاز ذبحني، دائما الصبح من اريد اصور القاه قبالي ويشوش الصوت عليه. شفتوا ليش ما احكي بصوتي؟ دائما تشوفوني اسوي تعليق صوتي، وهذا الصح لانه يعني بالتعليق الصوتي اكتم الصوت بعدين احط صوت يعني اني اسجله واكون بهدوء. اما من اريد احكي يعني هيدا تشوفون التشويش اللي قاعد يصير. هذا جو اليوم،
مشمسة اليوم، عاد البارحة كانت برد ومغيمة.